قلت اللي إذا تصوروا التصعيد مع الاتحاد، أنا حسب رأيي مرة أخرى قلت غير موجود. التصعيد هذايا الناس أخطأت الطريق، وهذا التصعيد في خير محله، ولذلك اليوم ما هو مطروح البتة. المضي في لي ذراع وغيرها تقع، أنا برأيي اللي وقع البارح هو استثناء، ما كانش داعي أنه يقع بتاتا، ويجب تجاوزه بكل المعاني. ولا أرى أن نمضي في استتباعات لإضرابات وإضرابات عامة وتصعيد وغيره، وأن نلتفت بالفعل إلى الوطن، إلى الواقع الوطني، إلى المشكل الوطني. أكان ذلك فيما تبقى لنا من الحد الأدنى من استحقاقات التنمية باش نجاوبوا الناس في مشاكلهم اليومية، ثانيا من ما تطلب من استحقاقات سياسية ودستورية تشريعية باش نمضي ونقوموا بالانتخابات في اقرب وقت. واضح سي حسين. في الاثناء فما تداعيات في البلاد ذولي كامليش باش نحكيو عليها، باش نظهروا تقولش علينا نحكيو في حاجه اخرى. اتحاد شغل يضع شروطا للحكومه حتى يتراجع عن تنفيذ اضراب عام. فما كلمه اضراب عام اليوم في البلاد، اذا كان صحيح اللي فما استحقاقات حول الانتقال الديمقراطي، لكن كذلك فما ليش فكره مع الحكومه اش صار له مع هذا الحكومه؟ هذا شو يقول المشكله اللي قلتها؟ اتحاد شغل يضع شروطا للحكومه ما سمعناش احنا حتى في الحكومه عن تنفيذ اضراب عام. تفضل سي محمد.